اللي فيه اللي بغى ياكلو عاوتاني كيتسنكل. ثمن الذكر هذا 50 درهم بياس. الله يبارك. 88 26 ولا انت خير من كوبلا تبارك الله قلالين في السوق. 150 هنا كابوتشينو. شحال عاملين كابوتشينو دري كيربيو قلا شحال عاملين تقليني علاه نقول لكم الاثمنه ديالو عاوتاني كابطيوكم هنا على واحد الكارونه انت وحنا يا الخوت عاوتاني مع الدراري هنايا هذا هو التكيوه احنا يمو ما نكوزوك زيرو الصا عمرة خيري صنات 100 درهم في الثمن ديالهم هذاك جوج بهم ذاك الناس وذكر حداه 100 درهم حتى هو 100 درهم 38 28 درهم بياسة تبارك الله ما شاء الله. كربورة خليت لك راسك عملها في كاسية انا كنبيع لك الحمامة يعني الحمام فوق السعر النمرة ديالك انا بغيت ندخل عند عبدك خاي ما غادي نمشي واحد ندخل عند حسيوان ديالي عبد القيد احنا 44 احنا الدراري اللي بغى بيضة بلدية موجودين الثمن ديال القلينات شحال قرانات فينية النتوة 0 34 34 هذا ماشي السقر هذا بوعميرة نبداوكم من حميمات ديال القطيطة الله يبارك كاين هنا واحد النتوة الثمن ديالها 600 درهم كاين واحد الكارونة انت ديال اللوديد الثمن ديالهم 1500 درهم الله يبارك كارونة توم الثمن ديالهم 1500 درهم كاين هنا جوج فروخة ديال القطيطة ها هما فين هما جوج فروخة الثمن ديالهم 600 درهم كاين واحد كارنيه ديال القطيطة الثمن ديالو 500 درهم كاين هنا شي بياسة الثمن ديالهم بلوندينيس 100 درهم هاد جوج بجوج بيهم 100 درهم هاد كارت خينيسي 350 درهم كاين هاد الدراغول هذا كيوار فرادي الثمن ديالو 100 درهم هايدا نكوزوكم فيديو مع حميمات اخرين بقاو معنا وحنا الخوت عاوتاني كاين تبارك الله واحد الكرنيه ديال القطيطة هادو جوج نتوات يا جوج نتوات كحال هادو جوج نتوات الخوت هادي نتوة وهادي نتوة وكاين هاد الكيوار هذا الله يبارك له فين هو شحال الثمن ديال الذكر هذا هادو 250 درهم بياسة كاين هاد الكار عسكري كاين هاد النتوة عزية وكاين هاد النتوة هادي شخمة الثمن ديالهم 250 درهم بياسة الله يبارك هانتوما المهم 250 درهم بياسة قبل ما نكمل لكم فيديو بعدا خاي العسري النمرة ديالك 017 88 26 61 كاين الخوت هنا الكارونه انت ديال الكاري شحال الثمن ديال الكارونه انت 25 250 درهم كاين هنايا عاوتاني جوج دو برينيات دودو الثمن ديالهم 400 درهم 400 درهم كوبلا تبارك الله قلالين في السوق بزاف هادو يا اخي كاين هاد الجويجات هادو باكستاني باكستاني شحال دايرين 150 درهم 450 درهم 150 درهم كوبلا هنا كابوتشينو شحال عاملين كابوتشينو 200 درهم جوج بيه الله يبارك عبد الله وي عبد الله وي ذكر 50 درهم 50 درهم هاد الذكر ديال عبد الله وي 50 درهم كاين هاد الجوج هادوك الله شحال دايرين 200 درهم الله كاين الطوسيه فراديه يلا دبرتها هانتوما الخوت كوزنا لكم نمرة الاخ العسري هيدا نكبتوكم عاوتاني على الدراري كاين تبارك الله هنا شي بياسات ديال القطيطة شحال هاد البياسة هادي؟ 150 كيوار يا كيوار 150 درهم الخوت لا لا باين باين بلا ما تقرقرو بياسة مزيونة باين هانتوما 150 درهم هاد نتي وادي 80 درهم وهاد نت وادي 60 درهم احلى شارك الخوت النمرة ديالك 06 06 06 01 عاود لي بتقالة 6 6 7 راه معروفة الخوت يعني النمرة وقيلا مفهومة المهم انتوما سمعتوا الاثمنة 150 درهم 60 درهم 80 درهم وحنا الخوت عاوتاني كاين هنايا قلينات دري كيربيو قلا شحال عاملين قلينات 40 درهم 40 درهم الواحدة 40 درهم الواحدة
كاين هنا الحميمات عاوتاني منوعين، المهم ايضا كابطيوكم عاوتاني على الحميمات تبارك الله، كاين هاد الكيور هذا مازال كابطيوكم عليه، نقول لكم الاثمنه ديالو. هنا الخوت هنا غادي ندخلوا عاوتاني كابطيوكم هنا على واحد الكارونه انت، الله يبارك الكارونه انت ما شاء الله وتبارك الرحمن. شحال هاد الكارونه انت اخي؟ الكارونه انت ب 600 درهم. ها حنا الخوت كارونا حتى الثمن ديالو ب 600 درهم. هذا هو التكيوة وهذه هي النتوة. هاد الكارت خينيسي شحال الثمن ديالو؟ 300 درهم. كاين هاد الكارت خينيسي الثمن ديالو 300 درهم. كاين هاد الكار هذا الناقوطي راهو فين هو؟ الصوبيانو؟ ديك الصوبيانو الناقوطي 50 درهم. واحد الكار مزيون الخوت صوبيانو الثمن ديالو 50 درهم. كاين هنا واحد جوج ديال الكاطيطا راه هما فينو معاوتين الخوت كارونات. واشحال الثمن دادو؟ شحال؟ 250 درهم جوج بيه. كاين هنا هاد كارونات هو الخوت الثمن ديالو 250 درهم ديال الكاطيطا الله يبارك. كاين هنايا يعني متعدد عاوتاني متخلط، كاين صوبيانوس كاين فوياجور كاين بيس كل حاجه والثمن ديالها. كاين هنايا الكارونه توا كل حاجه يعني الثمن ابتداء من يسمى طريقه فوياجور 70 درهم اللي باقي اللي باقي 20 15 ثم سمعت الخوت. كاين هاد الكارونه انت هادو شحال الثمن ديالهم؟ ايوا هاد الكار هذا شحال هذا؟ هانتوما الخوت واحد كيوار صوبيانو الثمن ديالو 60 درهم. كاين هاد النتو هادي ديال الكاطيطا شحال الثمن ديالها؟ 200 درهم 200 درهم. هانتوما الخوت كاين واحد كيوار انا قلنا لكم 60 درهم صوبيانو. المهم الخوت هنا الخير موجود، الاثمنه يعني كتختلف باش ما نصوروش ونجيبو لكم فيديو يكون طويل يكون قصير شويه باش كيدركوا الدراري يتفرجوه. احنا يا مو نكوزكم نوامر الدراري. النمره اخي باقي ما حفظتيها يا النمره ديالك اخي؟ 06 33 98 09 13. هانتوما سمعتوا الخوت اللي بغى شي حاجه مرحبا. هاد الكرك شحال هذا هو فينو؟ هذا كيقول 80 درهم 80 درهم هذا في كورين. شحال الثمن ديالو هذاك؟ تقول لك حزمنا لك 80 درهم 80 درهم الثمن الاخر خلاص انا ما نقولوش الصوت. ها حنا خوت هاد الطوس المراكي، ها حنا كيور تبارك الله ديال الطوس ما شاء الله وتبارك الرحمن. شحال الثمن ديال الطوس هذا؟ شحال؟ 1000 درهم. الكار ديال الطوس الخوت الثمن ديالو 1000 درهم، واللي بغاه يعني كيفهم مفاهمة اللي بغاه مرحبا. 1000 درهم وقيلا شوية الثمن طالع شوية لا الثمن ديالو شوية لا ها انتوما سمعتوا الخوت يعني كيور الطوس الثمن ديالو 1000 درهم واللي بغاهم تم مرحبا. النمرة ديالك 06 21 87 25 10. كاينه باقي شي حاجه اخرين عندك في الدار؟ لا هذه البياسه اللي كاينه الخوت اللي بغاهم تم مرحبا. انتوما كتشوفوا الكارت الطوس الله يبارك. وحنا الخوت مع حمزه ابو غابه، لانه هو فين وفين مشى حمزه فين؟ وفين هو معانا مره مره كيحضرنا صوبيانوس لانه مقلانين الخريصان بزاف. شحال عمر الخريصان هذا؟ قهوه 100 درهم. النتوه ديالو اللي حداه النتوه ولا تكرات اللي حداه؟ يا من فين؟ انتوما كاين هاد السناتري هذا صوبيانو تبارك الله. شحال عامل هاد صوبيانو هذا؟ 100 درهم. هو النتوه ديالو شحال كيبقاو؟ 200 درهم جوج بهم الخوت اللي بغاهم هما تما مرحبا. كارونه سوا ديال صوبيانوس كاينه العنبره تما 30 درهم من الواحد. كاينه ديك الكارونه انت هذوك شحال قلتي الثمن ديالهم هذوك جوج بهم ديك الناس هكا؟ ديك اللي فوق
خويا. اه جوج كورة سيدي. جوج كورة شحال الثمن ديالو؟ 100 درهم اللي فوق منه 15. هذا 100 درهم قوي دليل 150 درهم 100. ها انتم الخوت هاد الكرة هذا شحال الثمن ديالو؟ 100 درهم. اللي حداه 100 درهم. حتى هو 100 درهم. ماشي بحالك انت ماشي بحالك انت. ها انتم الخوت ها الاخ حمزة فين هو عاوتاني ماشي كوزنا النمرة ديالو. النمرة ديالك اخي حمزة 06 38 28 21 60. هانتوما سمعتوا الخوت هانتوما سمعتوا الخوت يعني ضروري الدراري كاملين كيقولوا لكم تشجيع القناه مش كتكبر بزاف. المهم هانتوما سمعتوا الثمن ديالو 150 درهم داك الدلي 150 درهم هذا اللي كيقلقل 100 درهم فراشة 30 درهم للبياسة وكاين صوبيانوس يعني على حسب الثمن 50 درهم 30 درهم 60 درهم انتوما سمعتوا 100 درهم بياسة تبارك الله ما شاء الله. كنبيع لكم شي كركورة انا كنبيع الحمامة. اسمع اسمع شنو دايما ما كنبيعش الكركورة الكركورة خليتها لك راسك عاملها في كاسية انا كنبيع لك الحمامة يعني الحمامة تفرج فيها الطيار ما تخافش عليا زعما ترجع عليا. هاد معلومة مزيانة يعني فهمتي حاجة مبوشية يعني حمام ديال فراجة اللي تفرج فيها في الدار. انتوما سمعتوا اخت المباشر مبروكة عيدكم مبارك سعيد. اخر رمضان اخر الحد في رمضان هو هذا كاين هاد الكيور هذا الخوت الثمن ديالو 350 درهم. يما دازاز عندك عندك البيطه اللي كان جاب لك ديك العايه بارك الله باقي فرخ هذا فهمتي. المهم الثمن ديالو 350 درهم. قول لي النمره 06 38 38 90 45 45 17. المهم الخوت اللي بغا هاد البياسه هادي يتواصل معاه في الخاص وكاين مفاهمه باقي عنده بياسه اخرى عاوتاني اللي بغاهم هما حتى مرحبا. الخوت كنتواجدوا مع الاخ عيسى عاوتاني تحياتي ليه كبيره بزاف. كاين هنا كاين بياس متعدد عاوتاني كاين صوبيانوس كاين فوياجور العنبرات. المهم الخير موجود. الثمن عند عيسى يعني شحال عامل هاد الخينيس هذا اخي عيسى؟ هاد الخينيس هذا شحال الثمن ديالو؟ 150 درهم. هاد صوبيانو هذا؟ 100 درهم. هنا فوياجور على بار كل حاجه والثمن ديالو ابتداء من ياش شحال؟ انتوما سمعتوا الاخ عيسى يعني الثمن كيبدا من 160 درهم وهي ماشيه يعني من 20 درهم وقيله حتى 160 درهم. النمره ديالك اخي عيسى ديما كنبغي نكوزوها كتقول لنا عملي بالوما عاد تدخل فيسبوك جديد. المهم الخوت عملوا عيسى بالوما سيطلعكم في فيسبوك غتطلعكم حتى القناه ديالو. انا بغيت ندخل عند عبد الحي. اه ماشي مشكل الدنيا هانيه عاوتاني اللي بغى يتواصل معاه في فيسبوك عاوتاني يدخل عنده. عند عبد الحي. انتم سمعتوا الخوت المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. عنده الحمام يعني تفراجه عاوتاني الحمام تسمع عاوتاني صوبيانوس اللي بغاه هما حتى مرحبا. داك القهوه شحال هذاك راهو فين هو عيسى؟ هذاك اللي كيقال 50 درهم. الحمام التوكيل عنده عاوتاني 30 درهم 40 درهم. الدراري التشجيعات عاوتاني بنادم اذا يدي التوكيل اللهم عند الاخ عيسى ما احسن. احنا الخوت عاوتاني واحد قنيفه هنا والله ما شحال كيقولوا شحال كتقول في هذا القنفذ؟ 30 درهم. 30 درهم دابا هذا واش الماكله ولا التربيه؟ هذا الزروب. الزروب رمضان هذا. احنا الخوت الدراري كيعجبهم ياكلوا قنافذ فبزاف ديال الدواد. كاين الدراري كيعملوا نحب الشباب عاوتاني الدم ديالو مزيان نحب الشباب. برقاش برقاش هو مزيان ليلو يا الدم ديالو. انتوما سمعتوا الخوت الثمن ديالو 30 درهم الدراري. انتوما سمعتوا يعني الادويه اللي فيه واللي بغى ياكلوا عاوتاني كيتسنكل. حنايا الله يبارك الخوت كارونا انت تقطيطا في مستوى عاوتاني. هما فين هما شحال عامل هاد نتوادي؟ 500 درهم. كارونا انت 500 درهم. كارونا تو الخوت الثمن ديالهم 500 درهم. ها هما فين هما الخوت؟ وهادي نتوى. نتوى مزيونة عندها حتى الكولاطة ديالها مزيونة. ها حنا الخوت. الثمن ديالهم 500 درهم جوج بيه. قول لي النمرة ديالك اخي 06 النمرة ديالك 06 87 70 44 شحال 49 في الاخر. اللي بغى سمية مهدي اللي بغى شي حاجة الخوت الاخ مهدي انا كوزنا لكم النمرة ديالو. اللي بغى شي حاجة مرحبا تكرونا انت الثمن ديالهم 500 درهم
ومازال فيهم مفاهمة. احنا الدراري اللي بغى بيطات بلديين موجودين، بيطات هذو جداد ياك الحاج، بيطات بلديين موجودين، قلينا حتى هما تبارك الله موجودين. الثمن ديال القلينات شحال دايرين؟ 70 درهم 70 درهم 40 50 درهم على حسب. هانتوما سمعتوا الخوت اللي بغى القلينات موجودين حتى هما، بيطات فين هما؟ الحميمات هاد الدراري ديال منين؟ الاخ سعيد عاوتاني مره بلاد ما يدخل عندهم قناه سعيد سعيد اسباني سعيد جرانادين الاسباني جرانادينو الاسباني اللي بغى عاوتاني تولع مع الاخ سعيد عاوتاني يدخل يشجعوا في القناه حتى هو. هانتوما سمعتوا الدري طيب الخوت دخلوا عاوتاني تولعوا معاه. نمشيو ندعموا الاخ ديالنا عبد اللطيف ضروري ما تما والو بنادم ما يخسر والو. عندنا ما دخلنا لا كازا لا والو زين عندنا طنجه الخوت. تحياتي الخوت تحيه كصبارات الناس ديالنا. احنا الخوت كاين هنا واحد الكاس تبارك الله ديال خيريصان شحال الثمن ديال الكار هذا؟ 150 درهم 150 درهم الله يبارك مناسب. هانتوما الخوت الاثمنه جد مناسبه 150 درهم الكار ديال الخيريصان. انت الخينيسي اللي معاه شحال؟ 200 درهم. انت ديال الخينيسي 200 درهم بلا تنوريو لكم الخوت. ها هي فين هي؟ عندنا توا الكاطيطه شحال؟ 200 درهم 200 درهم بحال انت ديال الكاطيطه الثمن ديالها 200 درهم. كاينه هنايا يعني داك الكارت صوبيانو شحال؟ 50 درهم 50 درهم. كاين داك الكارت فلافل اللي معاه شحال؟ 50 درهم. حتى هو 50 درهم. كاين هنا واحد بياسه هي فين هي صوبيانو شحال داك صوبيانو هذاك؟ 60 درهم 60 درهم. احنا الخوت الله يبارك كاين واحد الكار ديال الخينيسي ديال الفويلو ديال السما الاثمنه ديالو 250 درهم الله يبارك. كار فراد ديال الخوت بلا ننتو هذا عند مولع 1000 درهم وما تداش هذا شو ذا بياسة صبابك احنا يا الخوت المهم نمرة الاخ ديالنا اللي بغى شي حاجة مرحبا نمرة 06 34 26 اللي بغى شي حاجة مرحبا الخوت عندي فيها الواتساب عنده فيها الواتساب اللي بغى يتصل معاه حتى في الواتساب يتصل معاه ومازال عنده بياس في الدار موجود يعني الخير موجود اغلبية كيعمل لها راس ديال كاطيطان وصوبيانوس دابا الدراري الاغلبية رجعوا كيعملوا الخيريصان وصوبيانوس على حساب الفراجل اللي فيه عندو واحد الكارنيه ديال الخينيسي تكيوار مزيون في المستوى. احنا الخوت كاين واحد التكيوار بغا شي يبين يعني. شحال الثمن ديالو هذا؟ يكون 200 درهم الثمن ديالو 200 درهم هذا واش فيه خيريصان كاطيطا هي مخلط. احنا الخوت هاد التكيوار هذا الثمن ديالو 200 درهم المهم اللي بغاهم حتى مرحبا. شحال النمره ديالك 06 15 08 04 04 في الاخر اللي بغى شي حاجه مرحبا الخوت. وحنا الخوت في الكارونات ديال كاطيطان الثمن الكار 200 درهم ها هو فين هو الكار 200 درهم والنتوى 200 درهم اللي بغاهم حتى الخوت النمره 06 07 07 66 89 نعاودوها لكم 06 07 07 66 89 اللي بغاو مهمه مرحبا. النمره ديالك 06 06 09 88 88 77 17 وحنا الخوت اللي بغى شي حاجه مرحبا والاثمنه كما كتعرفوا ديما الاثمنه جد مناسب. ها الحميمات فين هما والخير موجود تحياتي للخوت الله يدير الخير. وحنا الخوت باقي كنتواجدوا في السوق كاين جوج بياسات هنا ديال السق ها هما فين هما جوج بياسات السق هذا ماشي السق هذا بو عمير بو عمير شحال كتقول فيهم جوج بهم هادو؟ 70 درهم 70 درهم الواحد الخوت هادو واش فراخ ولا واجدين؟ عشان انا ما كنعرفش فيهم هاد الفصيله مره يعني. ها انتوما الخوت المهم تكارونا انت الثمن ديالهم كيقول 70 درهم الواحد اللي بغاهم حتى مرحبا. احنا الخوت قول لي النمره 06 اخي 30 16 88 45 اللي بغى شي حاجه مرحبا الخوت ها هما فين هما جوج بياسات الله يسخر الجميع. وحنا ايضا كبطوكم على السوق عاوتاني نقوزوكم الاثمنه ديال الحميم.